ايه شو بده يصير؟ اللي قلته بده يصير، راح تحزن وتبكي وتنسالي هذا مراد. أهلين إبرو. مراد، بتجي بتاخذني لو سمحت؟ خير شوفي. ممكن تجي بسرعة لو سمحت؟ طيب جاي. يعني بعد ما أنا فكرت حالي خلصت من شغل العنف جيت أنت ورجعتني إلو؟ عفواً شامو بيك، لا تواخذنا. لا لا، نحن لازم نخلصك من شعور العنف اللي جواتك. أنا بعرف طبيب نفسي منيح. بدك تعالجيني؟ أنت قتلت إنسان، يعني مخبي جواتك حقد. يا أما لازم تحكي أو تفرغها بأنك تبكي لمدة طويلة. شيتين، شو رأيك بالتحليل تبع هالمرة؟ معلم، معناتها البرجوازي ما بيخزن عنف جواته. يا مرة اسمعي، أنا فرحان لأني قتلت عدو الشعب. زعلي الوحيد إنه أعداء الشعب ما عم تخلص. شيتين، كل منيح ولك. معلم، بيعملوا لياقة بالضيعة؟ لك أجدب، الناس عم تتلوى بالضيعة من الجوع يا غبي، وهدول ما بيعرفوا شيء ومفكرين انهم عم يلعبوا رياضه. رجل الاعمال الشهير جمال كرجداد تعرض لاعتداء مسلح، وقد اعلن ان رجل الاعمال اصيب اصابه خطيره وهو في مرحله الخطر. معلم، فضينا في مخزن كامل وما كان يموت. ولا مورو، انت نجح بشغلك بالاول، بعدين تعال هون وجعلي راسي بفلسفتك. والله انا عم اقول، ليش حاسس قلبي عاصصني ومقبوض كل هالقد؟ لازم تبكي. شامو، سكت هالمره ولا بقوم بوصي براسي هلا. روحي. شيتين، شوف لنا هالمغضوب باي مشفى برجوازي لنكمل مهمتنا. تأمر معلم.
محرمة ولا؟ تفضل معلم. إبرو شو في؟ ممكن تساعدني؟ طيب فهميني شو صاير معك؟ على الطريق منحكي. إبرو يلي عم تساوي عيب. ماما أنتو ما تركتوا لي أي خيار تاني. بدك تحكي؟ البابا مستحيل يسمح نهائيا بزواجنا لو شو ما صار. ليش؟ ما أنا مهم. أنا أخذت قراري. شو التكتيك والاستراتيجية هلا؟ الاستراتيجية إنه يموت كرجدك، والتكتيك نفوت على غرفته ونخنقه. حاطط تكتيك واستراتيجية قوية معلم، بس ما لازم نلفت نظر معلم. لا تخاف يا رعد، وانت لا تخاف. معلم مو ظلم انه انت دكتور وانا آذن؟ حميد ربك مانك ممرضة. ايه يا ابني جيب امك وبعمل لها فحص دقيق، انا هون طول الاسبوع الجاي. لا تخلي الحس الطبقي يسيطر عليك ولا؟ اذا شعبنا بيحب العمال خلينا نبدل. طيب في ولا زبال؟ شوف كسمك اللي انت بتزبط دكتور ولا؟ معلم معلم لقيت الغرفة. شو هي اللي شايلها ولا؟ اللي صورة مين سرقت؟ معلم هاي صورة أشعة مواطن من أساسه لرأسه مريض، وما حدا غيرك بأنقذه. طبعا يا أجدب، طبعا وأكيد أنا اللي بدي أنقذه، بس بدي أقتل عدو الشعب هاد. وين الغرفة يا رعد؟ لا تقلقي بتنحل أكيد من صالحهم بعد ما نتجوز.
بابا طيب، أنا بعرفه. ما كان بدي يصير هيك. ولا أنا. جوعاني؟ لا مو جوعاني، يسلموا. لأنه على كيفك. ممكن شوي؟ عمي ماني طبيب مريضكم انا. هلا انت مو دكتور؟ شو يعني مو طبيبه؟ انت مجبور تشوفه. قطعيت بدك تشوفه. عم قلها شوف يا عم. اسمع يلا رجاءا يا عم، رجاءا فوت شوفه شوي يا عم. موجوع يا اخي يا عم. لا تشدني. يلا تعال ليك وصلنا. انا ما من الدكاتره اللي ببالك منهم. هاي البروستات رح تقتلني دكتور. لا تخاف البروستات ما بتموت. شوف شوف يا ابني فهم علي. يا عمي شو عم تعمل؟ تستر مشان الله. شعبنا عم يفرجيك مشاكله يا معلم. شو هي معلم؟ انا دكتور تشيتين. يا دكتور تشيتين انت ما اهتميت بالعمليه واخي تعب كتير. اولا انا ما اسمي تشيتين، مراد. شو فيها لو بتعايني يا دكتور؟ ابوس ايدك يا عم، لا تكشف كل شوي، خليك مستر. ما طلبت منك انا اصير دكتور يا معلم؟ تشيتين بلا ما اتوتر رؤوسك، عم تفهم؟ شوف يا عم انا مو اختصاصي بهالشغلات. جلس يلا بدي عاين ظهرك. يلا لشوف تجلس شوي. بدي فرجيك على محل الوجع. ها عاين عاين سعول. عمي كم بك الدخان بتدخن اليوم؟ السيكارة ما بتأذي البروستات. مفكر انه كل الدخان بيطلع لبرا؟ بيسكرون للمجاري يا عم. البلدية بتفتحون. افتح الشباك يا عم. ماشي. انت خود نفس قوي بيتحسن كل جسمك. شيتين بدي احطك مناوب وتراقب لي اياه. عم ياخذ نفس منتظم ولا لا؟ واترك السيجاره يا عم. شيتين لا طلع لبرا بيخربون لنا الشغل. امرك معلم. يا الله. دكتور بس لحظه، ممكن تشوف لي هدول بعد اذنك؟ انا ماني فاضي، فرجيهم لدكتور غيري. دكتور بعد اذنك، الصور كتير مهمين. عمل لك ما بقدر. لا تلهيني، في جوا شخصيه مهمه رح التهي فيك.
ولك قديش انتم متعودين على الاكل، ولك ثلاث رصاصات وما شبعت. خلينا هلا نطعميك شويه قطن لنشوفك بتشبع. اها هذا حسني. شو إلك شغل هون ولا؟ شغل؟ شغل شو معلم؟ هلأ وين معلمك؟ ها؟ أنت مين عم تحرس؟ شو جابه هذا لهون؟ وينك هلأ أنت يا مورو زهار؟ اسمع حب الناس الملعون اللي بقلبك أخي مورو، أخي مورو اسمع حب الناس. صار وقت تخلل الشيتين بقى عن هالمهمات. هي أداني عم تسمعني حسني. سبوت أنت كمان ولا ولاك؟ شبك ولا؟ شو جابك يا مجنون؟ شد سيدي. أعتذر كثيرا لأنني أزعجتك في هذا الوقت. قبضت على ثعلب المدينة المدعو بالاسم الحركي مورو وهو على وشك ارتكاب جريمة، لكنني ضربته بجسم صلب على رأسه وأنا أمنعه من ارتكابها. حسني وينك أنت؟ بالمستشفى معلم، بس ما في داعي تقلق. خلال 24 ساعة رح نعرف إذا مورو عنده نزيف دماغ ولا لا. ما بخليه يروح محل. لا تشغل بالك معلم. معلم؟ طلع معلم. قديش هدول؟ ستة. معلم هدول اثنين. معلم أنا مين؟ أنت واحد عميل متسرب لبيناتنا. وأنا مين؟ أنت؟ أنت كبير العملاء. وأنا أنت؟ أنت قائد شعبي وإنسان زقرت. شكراً لك، هذا شي بيشرفني، ولو بتعيد نفس الكلمات قدام تركيبك بكون ممنونك. صباح الخير. صباح الورد. الفطور جاهز. طيب رح أغسل وشي.
وينك ميماتي؟ أنا بالمشفى، إجيت شوف مورو. طيب ميماتي؟ نعم معلم. أنا بدي أتجوز اليوم. شو ليش سكتت؟ معلم أنت متأكد إنها جوازة؟ لا والله عم العب يا ميماتي. رتبوا لي الأمور بالمكتب. ماشي معلم. نمتي منيح؟ شفت منام غريب كتير. قال رايحين مشوار وراكبين بالسيارة والتلج مغطي الأرض وعم نمشي على مهلنا من الجليد. فجأة بيطلعوا قدامنا خنازير برية. انت بتدوس على الفرام بس بتصير السيارة تفتل، ولحظة اللي بدنا نوقع على الوادي فقت. قلتك شو تفسيره؟ معناتها بدنا نتجوز. رح يكون صعب بس حلو كمان. سوري سوري. هذا مورو خدعك يا حسني، وراسه ما في شي بالمرة، عم يلعب لعبة منشان يهرب. معقول هالحكي معلم؟ المعلم عن جد تعبان. شو رأيكم نعمل له تخطيط للدماغ لنطمن؟ ليش بيتخطط لشي مو موجود أصلا؟ أخي مين الأخ المشحوم بالغضب؟ اسمع، ما قلت لك لعبة يا حسني؟ عم يخدعك عم يخدعك. كذب؟ ما بتستحي تكذب علي ولا؟ لك كاظم، المعلم جد رح يتجوز. مبروك معلم. الحق علي حكيتك، عم قلك لا تبارك لي. وين رح يصير العرس معلم؟ ما رح يعمل عرس. عقبالك معلم، الزواج استقرار بحياة الرجال. لك إذا كان هذا استقرار بلا. الله ريحنا بالنا بدون ما نعرف. السيد مراد على مدار رح يتجوز. بدي أقول الله لا يبلي حدا فيها حتى عدوي، بس هي حكمة رب العالمين. إذا مزبوط هالحكي، الختيارية رح يبعدوا لمراد أكيد. شو كلمة الإبعاد هي يا أستاذ؟ مراد على مدار انتهى. خلونا هلأ بالمهم. قدرت تدبر مصاري؟ لازم نمرق مبالغ لبعض الناس بسرعة، وهي الشغلة رح تنحل اليوم يا قائد. كرجة داق رح يتركن لكل المصاري اللي بدنا إياها ورثة شرعية إلنا. إبرو ما بتعرف إنه أنا جاي لهون.
أنا بعرف إنه نحن حطيناكم بموقف تطور بشكل مفاجئ. تفضل. ما بدي موضوع حلو مثل الزواج يبدأ بخلاف. إذا بتحبوا تسألوني أي شيء أو إذا بدكم تعرفوا أي شيء عني رح كون جاهز لأنه جاوبكم. يلي بدي أقوله قلته لبنتي وهي أخذت قرارها وحددت خيارها، تكونوا سعداء أو ما تكونوا هذا ما بيهمني، كل اللي بتمنى أنكم تعيشوا بعيد عني. طيب ليش؟ يا أفندي مو أنت الشخص اللي لازم يحاكيني. بس الموضوع بيعنيني لأني اليوم رح أتجوز بنتكم. اليوم اليوم؟ إيه لجهنم أنتوا اتنين. وكتير ضروري تستعجلوا كل هالقد؟ يعني الظروف. إذا حبت شاركينا إبرو رح تكون مبسوطة فيكي كتير. مراد مصر إنه نعمل العرس اليوم، بس أنا برأيي منعمله بعد ما تطلع ماما نازك من المستشفى. يعني ما بدنا نتعرف على أهلك بالأول يا بنتي؟ نتعرف عليهم بالكتاب يا رجال. شلون بدك تتعرفي عليهم وأنت بهالحالة؟ بتعرف عليهم مثل العادة يلي عملوا ابني أحسن شيء. أنا ما بعرف شو رح يصير فيني، أنا ما بدخل لا على عملية ولا غيرها بدون ما أشوف ابني مراد يتجوز. بحب كون جنب أولادي بأسعد لحظة بحياتهم. مخي عم بدور، عيوني عم بتسود. يا شباب يا رفاق بدي استفرخ. اخي حسني اطلب لنا الدكتور. دكتور شو؟ الزلمة معه نزيف بدماغه. افتح شوف. ايوة مثل كل اللي قتلتهم بالضبط عم بيتطلع بالمقلوب. اذا بيصير شي للمعلم اقسم بالله بقتلك. يا جماعة بدي راجع. لازم نعمل له تخطيط دماغ. خليكن هون رح ارجع هلا. معلم تشاهد الله يخليك، المنظمة ما بتنفعك بهيك وضع. توب معلم مشان الله يغفر لك. ولك شيتين وانت ما تركتوني مثل منيح قدام هالمجنون. اوخ عايش الحمد لله. وبتقلي تشاهد بدك يعني موت يا تشيتين ما؟ بس أنا فكري مشان تلحق حالك معلم. طبعا ولا رعد قرب للصباط. أنت بتصدق أني ممكن موت قبل ما أعمل الثورة ولا؟ اهتز إحساسي الثوري شوي معلم لهيك حكيت. يعدمني إياك. وين راح الحرس ولا؟ لك هي الغرفة فاضية ولا معي نزيف دماغ مثل ما قالوا؟ فاضية معلم. العمى على هالشغلة. امشوا له. انت شو عم تعمل هون؟ اول شيء بس بدنا غرفة التصوير، ما انا هاي؟
مشاكل ما بدي. قلت لك ما بتعمل ولا شيء بدون اذني. معلم مراد انا بشكرك، رجعت لي ذاكرتي المفقوده. وانا كمان بشكرك يا معلم. كرجداك وين؟ والله ما بعرف معلم. اليوم بتسأل بدري وبتقلي، بس اوعى تقتله قبل ما حاكي. هلا ضروري التعامل بهالطريقة؟ بعدين الشباب بيفهموا غلط، صار لي يومين عم فهمهم عن علاقة التعاون القائمة بيناتنا. مورو ولا يهمك، بعرف منه وبدأ لك. جمال بيك، المصاري بالخزنة؟ شو بتأمرونا نساوي؟ ناخدها من هنيك؟ روح أنا معلم. ماشي بكفي، روح لحالي، الموضوع سهل. البقايا جيبوهم لهون. يلا عبد الحي هون وعمران هون، بيزبطوا كل الشغل، لا تخاف معلم. ماشي. عبد الحي دير بالك، رايح شوف بدري فنجانجي وارجع. ماشي مثل ما بدك. دورت على سلطاني منيح؟ ايه دورت. حدا خاطف سلطاني شي؟ الله يكون بعونه. بلا حكي فاضي هلا. جواد بقيان حدا من أهله بشي مكان؟ دورت هنيك شي؟ لا ما دورت، بس رح دور. كاظم شو رأيك دكتورة؟ برأيي خطر، طلعت الست نازك من المستشفى مو مزبوطة بهالوقت. إذا ما طلعتوني أنا ما بموت هون من القلب، بموت من القهر. ابني مراد ممكن كلمة صغيرة برا؟ يلي بدكن تحكوا حكوا هون. بدي أحكي مع ابني كلمتين قبل العرس. يا ابني يا تركي، عملوا يلي بدكن يا وطالعوني من هون. نحن جاهزين نعمل اللي بيطلع بإيدنا يا خالي، بس الناس بيتجوزوا مرة واحدة بحياتهم، ما هيك دكتورة أوسو؟ ايه ابني ليش العجلة؟ مو انت دائما اللي بتقلي خير البر عاجله؟ بس ما قلت تعجله هالقد. البنت ما عندها عائلة نتعرف عليها، مو في عادات وفي تقاليد، حكي غلط شي. بس هالشغلة إذا طولت ما راح تصير. ليش؟ ما راح تصير وبس، أحسن شي إنه نعملها بسرعة. أنت بدك إياها لهالبنت ولا ما بدك إياها يا ابني؟ إذا ما بدك إياها لا تحكم على حالك يا ابني وعلى هالبنت بالتعاسة كل العمر بهجازة. مشان شو؟ مشان تسعد أمك يومين؟ بابا قديش الواحد لازم يحب ليتجوز؟ ما في ميزان نزين فيه الحب لنعرف كتير أو قليل يا ابني، بس الحب ضروري. يعني معقول يتجوز مشان أمي وبس؟ أنا بدي البنت. منيح. طيب أبوها وأمها ليش معارضين جوازتكن؟
والله ما بعرف. انت سألت عنهم يا ابني، نظرتها لأمك شي ونظرتك شي؟ سألت بابا، ناس عاديين بس يبدو انه في عندهم موقف مسبق مني، وانا بصراحة في 100 شغلة عم صارع فيها وما عندي رغبة صارع بهاي. ابوها ما رضي نتعرف، بس لسه في قدامنا سنين لهالشغلة. اللي بيحبوا بعضهم من غير مقابل الله بيحبهم. الله يديم عليك هالمحبة يا ابني، ويحميك ويحفظك. فيكن تقابلوا، لازم تاخدوا موعد. شو عم بصير؟ سيد ميماتي بده يقابلك سيد بدري. زيتوه ولا برا؟ عم يصير لك بدري؟ بتبعت لتقوص السيد جمال وبدك تقابلني كمان؟ شو يلي عم تحكي انت؟ لو انا يلي عاملها كان بعيش؟ مورو عملها باسمك انت. عن جد؟ ليش انا مثلك لأبعت واحد؟ وين معلمك دلني على محله؟ بالاول عطيني مورو وبقابله مع مراد على مدار. انا بعرف شو طينتك منيح، انت ما بتعمل اي شيء ببلاش. مورو بالسيارة، قلي وينه وخود مورو. بس نطلع بسيارتي. تأمر أمر معلم. شو صار؟ وين هذا البرجوازي؟ ولا يهمك، خليكم بالسيارة، رح جيب كرجة داك وجاي. خود. قديش شغل السيد ميماتي نظيف كتير، حل المسألة بلا صوت أبداً. معلم، ليش لا يجيبوا الزلمة وهو جريح؟ أنا برأيي لو نترجى السيد ميماتي هلأ يعمل لنا دورة مكثفة بتقنيات المافيا. عم دورها منيح براسي، ما عم بعرف ليش تركونا هون. ماشي معلم، بستناك قدام البيت. اوكي، روح على البيت. مع
المعلم؟ المعلم مراد علمدار وصاني دير بالي على مورو ورفقاته. هلأ جيتي معكم مزبوطة؟ مو مزبوطة، أكيد غلط. ممكن تقوله للأخ كاظم يوقف لي على اليمين؟ بركض بجيبهم وبرجع. مو على عيني؟ كاظم نزله لحسني بيك. إذا ما شغلت الغماز بتموت ما؟ أكتر شي بتركيا بيخوفني المواصلات والسواقة ضد القواعد، بتعرض الإنسان للخطر. ما بتخاف مني وبتخاف من المواصلات؟ أنا ما بخاف من اللي بحبه معلم. حبك العافية كاظم. المجانين بكفة وهذا بكفة. حطه هون. أهلا وسهلا. أهلا فيك. مراد قال لي إني أجي لهون. إيه بعرف، تفضل. أهلا وسهلا بمرت أخونا، أنا عمران. مرحبا عمران. أهلين. تفضل تفضل. معلش تمسكي لي يا شوي؟ لسه انتي بدك يا؟ كاظم شو رأيك بشغلة غمزة؟ مالي رأي يا معلم. هالجكر اللي ساوته فيني ما عم يخرق مشطي. تحدتني وتجوزت. وحدة غيرها بتخاف، وحدة غيرها بتقول ليقوم ماتي دعوسني. طلع بعيوني لك كاظم، ما بتخاف إذا شفتهم بالليل؟ ما بخاف من اللي بحبهم يا معلم. أنا بعرف هي ما حبتني أبداً.